مساء الخير. خبي فحمتك الكبار لعمك أدار. تعتبر الأعاصير من الظواهر الطبيعية اللي بتجتاح مناطق وبلدان معينة بالعالم بأوقات محددة من السنة، وبتأثر على المناطق اللي بتقع بالقرب من المحيطات، خصوصاً اللي بتزيد حرارة مياهها عن 26 درجة. الملاحظ حدوث الأعاصير بالنصف الشمالي للكرة الأرضية بفترة آب وتشرين الأول، فيما بتحدث الأعاصير بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية ما بين شهر كانون الثاني وأدار، وبتسبب أضرار بشرية ومادية كبيرة. بالعودة لطقسنا، مستقر نسبياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 120 درجة. ممكن نشهد الأسبوع المقبل وصول كتل هوائية باردة رح تسيطر على لبنان مترافقة بأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة، والليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئياً مع تكون ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. لبكرة طقسنا غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13، على المرتفعات 10، بالبقاع 3 والأرز درجتين، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن 21 بأبي سمرة، المدفون 22، راس بيروت 22، ومننتقل من بعدها إلى عدلون 22، برج رحال 22، دير الزهراني 19، راشية الفخار 20، جديدة 19، وأهدن 12. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 14 أقصاها 23، السبت 13 22، والأحد 14 26. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من دمشق 23 والقدس 21، ومننتقل من بعدها إلى الجزائر 13 والرباط 18، ومننهي مشوارنا بباريس 11 وبرلين 8. وهيدا كان كل شيء. باي.